لما صلى من هذا الصرح الإسلامي العظيم، من هذه الأرض أرض الكنانة، من هذه الأرض أرض الأحرار، أرض الأبطال الذين شرفوا الأمة العربية بوقوفهم ضد الظلم والطاغوت. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن ما يجري في سوريا هذه الأيام لا شيء لا يمكن السكوت عنه، من قتل، سفر للدماء، قتل للأرواح، هتك للأعراض، سلب للأموال، جرائم لا يكتبها حاكم، لا يكتبها حاكم عنده قلب أو ضمير، بل ترتكبها عصابة مجرمة قاتلة لا ترحم ولا كذب. شعارها أحكمكم الله أحكمكم. إنما مرة مبكي محزن لا نستطيع التعبير عنه. والله ألم، ألم منذ شهور ما نحن عشنا هذا الألم، منذ بدأت الأحداث في درعا ونحن ننظر ونحن نرى يوم بعد يوم قتل بعد قتل، دماء تسيل، أعراض تنتهي. بداية القضية يا أخوان في سوريا حسب ما علمت في درعا إجرام، ما بعده إجرام، محافظ يقتل النساء أهل درعا